السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. خبر عاجل من تونس يا جماعة، الرئيس التونسي السبسي توفاه الله. أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس السبسي، وقالت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس السبسي توفى يوم الخميس عن عمر 92 عام، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق. والرئيس السابق تم نقله إلى المستشفى العسكري كان في ساعة متأخرة يوم الأربعاء بسبب إصابته بأزمة صحية طارئة، ودي كانت المرة الثانية اللي بيتنقل ليها المستشفى خلال شهر واحد. وبالتالي توفي الرئيس السبسي الآن، فمن لتونس بعد ذلك؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنا لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل. وافت المنية صباح اليوم الخميس 25/2019 الساعة 10:25 المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس. ده كان الخبر اللي الرئاسة التونسية عرضته على صفحتها، وأكدت إن فعلا توفى الرئيس السبسي في ساعة متأخرة من اليوم، وبالتالي سيتم الإعلان إن شاء الله عن مراسم الدفن في وقت لاحق. انتظرونا في كل جديد وأكيد على قناتكم قناة أجيال الأندلس. في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.